تفضل. قهوتك يا عبد العزيز بيه. شكري يا هبه. ده انا والله اللي متشكره قوي ان حضرتك يعني سالت عليا وانا عينه. المهم انت كويسه دلوقتي؟ اه الحمد لله. لو عايزه تروحي روحي. لا 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 خالص، ده انا كويسه قوي. طب لو سمحت ممكن تجيبي لي الجاكيت؟ عيني. اتفضل. شكرا. تعرفي يا هنا، انت اول واحده ارتاح لوجودها عندنا هنا في البيت. والله انا مبسوطه قوي يعني بسمع الكلام ده من حضرتك انت بالذات. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. عندك حاجة بعد ما تخلصي هنا؟ ليه، هو في حاجة؟ اه عايزك تخرجي معايا. لا يا عبد العزيز بيه، أنا من إيدك دي لإيدك دي. ثانية واحدة. اتفضل. ممكن تقبلي دي؟ إيه دي؟ دي حاجة بسيطة يعني. علشان يعني؟ أيوة. ده علشان انا؟ والله ده كتير قوي يعني، انا مش عارفه اقول لك ايه، بس هو يعني لا مؤاخذه يعني في السؤال، يعني هي ايه مناسبه الهديه الحلوه قوي دي؟ الله، واحنا لازم يبقى في مناسبه عشان نهادي الناس المهمين عندنا؟ لا حضرتك عايز مني حاجه؟ لا بس فكري في اللي طلبته منك. هفكر. اتفضلي يا هبه، اتفضلي. ايه بقى ده بقى؟ لا 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 انا ما بحبش التكشيره دي ابدا ابدا. مفيش حاجه. قولي لي بقى، تحب نقعد هنا ولا في البلكونه؟ لا مفيش داعي للبلكونه، حد يشوفك ولا حاجه يعني. طب اتفضلي، اتفضلي، اتفضلي. اقعدي. شوفي بقى يا هالة، مديت تريقة. أنا ما بحبش حد يزعجني أبدا، وإحساسي إن أنا متراقب بيزعجني جدا. أي كافيه أو مطعم أو حتى أوتيل، كل اللي فيه يعرفوني وهيراقبوني، وده إحساس مش هيعجبني أبدا. مش عارفة بصراحة، أنت محسسني إن أنا ماجدة وأنت فريد شوقي فجأة. يبقى فين العبلة السودة بقى؟ أقول لك، أنت جميلة جدا يا هالة، أجمل مما أي حد يتصور، بس في نفس الوقت أنا ما بحبش أعمل حاجة في الحرام، وبرضه في نفس الوقت ما بحبش أعمل أي حاجة تأذيني أو تضر بشغلي أو سمعتي. أنا هتكلم معاك بصراحة يا هالة عشان يبقى كل واحد فينا على نور، وما تجيش في يوم من الأيام تقولي إن أنا كذبت عليكي. على طول كده؟ طب يعني واحدة واحدة عليا، سيبني أخد نفسي الأول، يعني سيبنا نتكلم مع بعض، ناخد على بعض، بعدين هو في راجل يقول لواحدة أنت هتوسخي سمعتي؟ أنا بكلمك بصراحة، لأن بصراحة كده من غير تعقيد وببساطة وزي ما هو، أنا عايزك لأنك عجباني، وأنا بحب أبقى مبسوط قوي. إيه رأيك نتجوز؟ شهر، اتنين، تلاتة، زي ما احنا عايزين، وأي مبلغ أنت عايزاه. شهر، اتنين، تلاتة؟ وده يبقى جواز يا عبد العزيز بيه؟ وعليا النعمة أنت ما بين، ولا تعرف حاجة عن البهوية ولا عملك بيه ظالمة. إيه رأيك 70,000 جنيه؟ يا عم أنا ماشية. بقول لك إيه؟ أديك عرفت مكان الشقة، لو جيت الشغل بكرة هعتمد.
اعتبر دي موافقه منك. ايه اصله ده؟ الراجل ده تعطي قطعك اكيد. خير يا ماما؟ في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ انت مش رايحه الشغل؟ لا انا سيبته. ليه؟ كده مش هشتغل الشغلانه دي تاني. يعني هترجع شغلك القديم؟ لا مش هشتغل غير شغلانه تناسبني، حتى لو هنعيش على معاش بابا. ليس عليه فيك ودا. شكرا. البيت فين؟ ورا حضرتك. قدامك سلام يا فندم، بعديها درجة تانية. ماشي. وسهلا. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا حبيبي. الله يخليك. اتفضل يا حبيبي. ازيك يا حاجه؟ الحمد لله الحمد لله. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا لا ما تقوليش كده. استغفر الله. اشرف. نعم يا فندم. روح انت لما عاوزك هكلمك. حاضر يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اهلا بيك يا حاجة. اهلا. بقول لك ايه، اجيب لك بقى شاي ولا قهوه ولا اعمل لك عصير جوافه؟ لا لا لو سمحتي انا بس بستاذنك، عايز ابر عليها. عالية؟ حاضر من عينيا. دقيقة واحدة. عالية يا عالية اصحي. في ايه يا ماما؟ بس سمير بيه بره وعايزك. مين؟ انت عملتي حاجة؟ بقولك يعملي له اي حاجة يا شباب على بال ما اطلع. حاضر. صينية فول انما ايه؟ ما تقولش لعدوك عليها. ايه ده تمام؟ فطار. اصل انا يعني طلعت كده مشي رجلي شويه على اول الشارع، لقيت عربيه فول انما ايه امم ملمومه عليها وبيحكوا ويضحكوا بقى. قلت خلاص الفطار بقى من العربيه دي كل يوم. يعني تفطر كده وتشد حيلك وبعدين اعمل لك الشاي ولا القهوه.